السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول حاجة بعدا كنشكروا المنابر الإعلامية اللي حاضرة اليوم في حد ديال أيت ميمون، من بينها منبر الإعلام وفلان نيوز المغربي. معكم خالد بوشيخي رئيس فرع عين توسطات الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب. اليوم كنتواجدوا أمام الجماعة الترابية للحد أيت ميمون في وقفة تضامنية مع الرئيس ديال فرع أيت ميمون على الانتهاكات والانتهاكات الجسيمه اللي كيتعرض لها والتهديدات، ومن خلال الطلب اللي تقدم به اليوم راه جميع الفرع راه واقفين معاه هنا باش كنبينوا لواحد الناس وواحد الاشخاص بان سعيد صدقي راه ماشي هو بوحدو في الجمعيه الوطنيه. اي واحد في الجمعيه الوطنيه كتقاس بحال تقاسينا حنا، لان حنا واحد الشبكه اللي متماسكه، وتا واحد من المناضلين ديالنا ما غندوزوش، لان هادشي هذا اللي كيوقع هنا في الجماعه الترابيه ديال حد ايت ميمون كما كان يندى له الجبين، لان في عوض ما يتبعوا هاد السيد هذا ويضايقوا والتهديدات يمشيو غير يقضيو المصالح ديال المواطنين ويشوفوا هاد الحاله وهاد الكارثه ديال اللي واقعنا في حيث من مولا طرقات لا هادي لا هادي كما كنشوفوا هنا. حاجه وحده اللي بغينا نوصلوا لهاد الناس هادو بان سعيد صادقي راه ماشي بوحدو، وتحيه لكم.